ومن الجزائر ينضم إلينا مراسلنا حسان جزائري. حسان، كيف تبدو الأجواء داخل البرلمان، خاصة وأنه المشروع القانونين لم يحظيا بدعم كل الطبقات السياسية؟ نعم، شكرا داليا. أشغال الجلسة لم تفتتح بعد، من المنتظر أن تفتتح بعد حوالي ساعتين، لأن البرلمان الجزائري عقدت اللجنة القانونية اليوم جلسة لمناقشة رفع الحصانة البرلمانية على عدد من النواب بعد طلب من وزارة العدل لتورط هؤلاء في قضايا فساد. أما من ناحية الأجواء العامة للبرلمانيين النواب الذين سينتخبون على هذا القانون، فهناك شبه إجماع على المصادقة على القانون بالإيجاب. أما بخصوص المقاطعين فهم لا يشكلون أغلبية برلمانية، لأن الأغلبية البرلمانية في الجزائر أمس خلال المناقشة ثمنت هذين المشروعين من ناحية المحتوى وحتى من ناحية الميكانيزمات، حيث يرون بأنه سيشكل حقيقة فرصة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة بعيدا عن الإدارة. طيب، فيما يخص حسان المراحل الإجرائية بعد عملية التصديق على هذه القوانين، كيف ستكون، وهل هناك يعني ارتياح لأنه سيتم التنفيذ بسرعة في هذه الإجراءات؟ نعم داليا، المراحل الإجرائية بعد المصادقة على هذا القانون من قبل الغرفة السفلى للبرلمان سيرفع إلى مجلس الأمة حتى يناقش، ثم تتم المصادقة، وبعدها سيصدران مرسومين رئاسيين، واحد خاص بالسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات والآخر بتعديل القانون العضوي، ثم بعدها سيدعو رئيس الدولة المؤقت الهيئة الناخبة بعد استحداث هذين القانونين. من ناحية الأجواء العامة، هنا الكثير متخوف من تشكيلة القانون، من تشكيلة السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، لأنها بقيت هي الورقة الأخيرة التي تراهن عليها السلطة لإطفاء المصداقية على الرئاسيات المقبلة. إن لم تكن بها شخصيات وازنة ذات مصداقية، فهذا ربما سيؤثر على القبول الشعبي، خاصة لحد الآن هناك تردد في الطبقة السياسية وكذلك في مختلف تركيبات المجتمع المدني حول الانتخابات الرئاسية المقبلة. لحد الآن الشروط لم تستجب لها السلطة فيما يتعلق برحيل الحكومة الحالية، وكذا فرض إجراءات تهدئة وإطلاق سراح عدد من المعتقلين. سنبقى معك في ضوء أي مستجدات. أشكرك جزيلا زميلنا من الجزائر حسان جزائري.